كل بقعة من ربوع الوطن، في كل بقعة. وكيف نقول أنا منيش وحدي، فريق وكل نهار يكبر، فريق يمن اللي ما يجي حتى شيء إلا ما تكون خارج من الناس. نقول نحب تونس تتحول إلى أرض فرص، هذه الرؤية متاعنا. نحب الدولة تتحول من دورة الرخص إلى دورة الفرص، هذه الرؤية متاعنا. اليوم القيمة اللي لازمنا نستحضروها هي قيمة العمل، هي قيمة العلم. بالله كيف تقيموا العباد ما عادش تغزروا لهم خطابهم، اغزروا لهم شنو عملوا في حياتهم، شنو هي الإنجازات، شنو هي نجاحاتهم، شنو هي اقتراحاتهم. عهد البندية وفاء. اللي لازم نوفروه رؤية واضحة، فهم واضح، رؤية تتحول إلى استراتيجيات، إلى أعمال. الأعمال إلى منهجية تنفيذ. الأعمال هذه منهجية تنفيذ ما ينجم ينفذوها إلا الكفاءات المتمرنة، مش اللي يجي، مش اللي أقرب لك، اللي أكفى. أول من أحسن القرارات اللي خذاوها واللي اليوم ولات صمامة أمان وضمان للبلاد هذه، نصف المجتمع اللي هو المرأة رجعوا له باعتباره، كونوه، قرروه. وهكما تشوفوا اليوم في أزماتنا شكون في الصدارة؟ المرأة. عارف اللي الشباب بالحق لي ديسو، المستقبل أكثر ليكم، فيزم تساهموا فيه، وراهم قادرين، قادرين يجاوا. الباب مفتوح، فكوا بقعدكم. إن شاء الله نكونوا بالقوة الكافية اللي نفرضوا رواحنا ونفرضوا برامجنا. الكل يصب في مشروع ورؤية خالي من كل إيديولوجيا. كيما لميناهم في المهدية، إن شاء الله قادرين نلموا العباد الكل في تونس، كل اللي يحب الخير للبلاد هذه.